بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كراكم غاية لاباس؟ الحمد لله. هنا غادي نقاسم معكم روتين خفيف تحفيزي، يعني هو طبق سلطة البطاطا مع طبق اسكالوب محشي بالفرماج. طبق رائع وسهل وبسيط. هنا كما كتشوفوا البطاطا فيضتها في الملح، اذا حبيتوا تفوروها فوروها، قطعتها قطع صغيره يعني ما تطيبش بزاف. هنايا عندي بصل مقطع الطول، عندي معدنوس مقطع قطع صغيره، وعندي ثوم مبشور، وعندي مغرف نص مغرف صغيره تاع طماطم مصبره، وعندي كمون، عندي قزبر مطحون شويه شويه، عندي فلفل اسود، وعندي الملح. هنايا العطور كيما حبيتو يعني ديرو، وعندي الزيت للقلي، وعندي الخل. هنايا درت المقله تاعي تسخن، راح ندير فيها شويه زيت. هذا طبق روعه، هذا يجي حتى رمضان، يعني من اطباق رمضان. انا كي تخلي الزيت هنا، درت يعني تقريبا مغرف وشويه تاع زيت، مغرف كبيره وشويه تاع زيت. رايحه ندير البصل يتقلى شويه، كاع ما تقلالكش معليش، خاطر هذه سلطه، يعني سلطه تي روعه، يعني روعه وخفيفه. هنا راح نقليه شويه. عندي الثوم، الثوم مبشور، حنخليه شويه، نزيد عليه معدنوس، نخليهم شويه يتقلاو حتى شويه يدخل له يعني طياب البصل، ما طيبوش بزاف. من بعد نزيد عليه ليزيبيس اللي هي الملح، الكركم، قزبر مطحون، والكمون. ما تكثروش الملح لخاطرش البطاطا ما فيها الملح. نقليها مليح، من بعد زيت نص مغرف صغيره تاع طماطم مصبره. هذا طبق اقتصادي، يعني في مهله قصيره تخدميه، يعني حتى العامله تكون مزروبه، تكون يعني عندها شغالات في البيت، يعني في اقل وقت تخدمه. زدت الطماطم مصبره، راح نقليها باش تروح هذيك الحموضه. كي تقلى لي الطماطم مصبره، راح نضيف البطاطا. البطاطا راهي طايبه، يعني ما تحركوهاش بزاف، فقط بالمقله وحركوها. كما تشوفوا هي ضفت البطاطا، يعني يجي ذوق تاعها، يعني ذوق رائع. هنا خلطها، من بعد كي نحطها في صحن التقديم راح ندير لها شويه خل، وتقدروا ديروا عصير ليمون، ولي عندها دير ثاني زيت زيتون من الفوق، شويه زيت زيتون من الفوق، وتخليها في الثلاجة يعني تبرد. هذه سلطة تبرد مليح عاد تقدميها. كما كتشوفوا هاي نخلط فيها، يعني يجي سلطة رائعة، وان شاء الله كل مرة يعني ندير لكم نوع اخر تاع السلطة. هاوينا تخلطوا كاع العطور هذوك في البطاطا. هنا ينولوا الطبق الثاني تاعنا اللي هي اسكالوب محشيين بالفرماج، يعني هادو من تحضيرات رمضان. هنا اسكالوب تاعي قطعته رقاق، يعني خبطته شويه، عندي اطراف، وعندي البصل مقطع قطع صغيره، وعندي معدنوس، وعندي الثوم مبشور،
وعندي الزيت راه مع البصل والخل. اذا بغي اذا عندكم الليم ديروا الليم يعني يجي رائع. وثاني كذلك الخردل، انا ما نحبش الخردل. وعندي العطور كركم فلفل عكري سكين جبير، عندي كمون وعندي الملح على حسب الذوق. الملح ما تكثروش البنات. هنا حطيت البصل والمعدنوس والثوم والخل والزيت، من بعد نحط العطور تاعي. تقدروا تضيفوا القرفه، تقدروا تضيفوا يعني العطور اللي حبيتو. انا راح نخلط المقادير تاعي ومن بعد نضيف الاسكالوب، يعني يجي رائع. الاسكالوب نضيفه يعني ندخل فيه كاع هذيك العطور. يعني نخلط باليد تاعي هي احسن باش كل شيء يتخلط. البنات غي سيو هذا الطبق، يعني يجي طبق رائع. سيوه وكتبوا لي في التعليقات. وسهل هاونا، حنا نغطيه بالورق السيلوفان ونخليه يرتاح، يعني باش كهذيك العطور يعني اللحم يشرب هذيك العطور. تقدو هذه اسكالو تاع الدجاج، تقدروا ديروا تاع الدان، تقدروا ديروا يعني كيما على حسب التكلفه. يعني هو اصلا هذا اللي ما يتكلفش بزاف، يعني اقتصادي. نحن نغطيه بالسيلوفان وخليه على الاقل من نصف ساعه حتى ساعه، يعني الوقت اللي تخدمي شغالاتك، يعني تغسلي مواعين، يعني كلشي تنظفي تولي تقلي عادي يعني بالخف. هذاك البصل والخل ولا تقدروا ديروا الليم، يعني يعطي طراوه للاسكالوب تاعنا، يعني ما يخليهاش في القليز، يعني تيبس. يعني كما نعرفوا باللي الدجاج شويه يعني ماهوش طري، بصح كي دير لهم البصل والخل او الليم يعني يعطي طراوه لهذاك الاسكالوب تاع الدجاج. هنا كما كتشوفوا عندي هو الاسكالوب يعني يشرب كاع هذيك العطور. وعدنا الفرماج، على حنا درنا شويه تاع ملح، ما تكثريش الملح لخاطرش غادي نحشيهم بالفرماج. هنا نحكم كل حبه تاع سكالوب يعني نحشيها بالفرماج. اذا حتى تشوفوا قطعه شويه فيها ثقوب كل شيء معليش، يعني خدموها مليح وقطعوا هذاك الباقي. هنا درت انا على حساب العائله، اذا عندكم عائله كبيره يعني ضعفوا المقادير ديروا يعني كميه كبيره. حنكمل كل الاسكالوب تاعي. البنات اذا عجبكم هذا الفيديو يعني فرحوني، ونتمنى نكون في حسن الظن تاعكم، وان شاء الله يكون كل جديد. حتى لتحضيرات رمضان كل فيديو، كل مره ندير لكم فيديو زعما يعني جديد يعني تاع رمضان ان شاء الله. يعني تبقى اطراف تاع الاسكالوب يعني اطراف صغار، حنقليهم عادي مع مع اللي محشي بالفرماج.
هذا روتين تحفيزي يعني تحفز تحفزوا البنات يعني اللي ما عندهاش يعني معلي انا في الحجر الصحي يعني ما نخرجوش يعني ما نشروش دائما اللي كاين يعني قدموه اللي كاين في البيت نخدموا بيه ما نكلفوش نفوسنا. حتى ما نش في الحجر الصحي لكن يعني المرأة لابد يعني تكون اقتصادية تحاول كي تصرف الأمور تاعها ما يعني ما تكون تكلفة قليلة. هنايك ما كتشوفوا هي مقلة درت فيها الزيت ونقصت للنار وراح ندير الاسكالوب تاعي يتقلاو يعني يجوا طريين ويجوا روعة من هذاك البصل والليم أو الخل يديروه يعني يعطي طراوة للسكالوب تاعنا. يعني راح نقليه ونقدمه في صحن التقديم. تساوينا في صحن التقديم يعني يسكالوب روعة وطاري. ومرة جاية إن شاء الله يكون يعني فيديو جديد لتحضيرات رمضان. هاوينا نتمنى الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.